حياكم الله من جديد في هلا بالعرفج، ضيفي عامل المعرفة أحمد العرفج، ونحن وأنتم في فقرة مزايين الكتب. الكتاب اللي راح نستعرضه اليوم كتاب غير أي شيء تقريبا خلال 21 يوما، مثل ما يظهر هذا الكتاب أمامكم على الشاشة الآن، وهو من الكتب اللي يعني تناقش ظاهرة التغيير بشكل دقيق جدا. ولكن قبل ما أسمع رأي أبو سفيان في الكتاب، بنذكر على السريع بالقواعد العرفجية الأربع. أولا، كل ما يطرح في الكتاب هو وجهة نظر المؤلف والآراء حولها تخص أحمد العرفج. ثانيا، إنه الأفكار اللي تقدم فيها هلا بالعرفج عن الكتاب لا تغني عن قراءته. وثالثا، أنه نحن نقتدي بما يقول العقاد أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفي، ومزايين الكتب تأتي مواكبة لما تدعو إليه رؤية 2030 بأن نكون مجتمع مثقف ومعرفي. دكتور تفضل. أهلا بك. شوف، أنا أول شيء أشكر الدكتور فالح الرويلي بإذاعة البحرين اللي يطرح كل أسبوع كتاب، وطرح الكتاب هذا والحقيقة هو اللي دلني عليه قبل كم سنة. الشيء الثاني، الكتاب هذا بدأ من فكرة في مثل أمريكي مشهور يقول: الألم لا مفر منه ولكن المعاناة اختيارية. فأنت عندما تعاني من السهر هذا شيء اختيارك، لكن لما يجيك ألم بأسنانك هذا غصب عليك. الألم والمعاناة في فرق بينهم. الكتاب طبعا قائم على حديث الإنسان لنفسه في التغيير. أول شيء لو لاحظت، يقول العلماء أن الإنسان يتكلم في اليوم تقريبا 5000 كلمة، 20% منها إيجابي و 80% سلبي. دائما تسمع الواحد يقول: والله أنا نسائي، والله أنا غبي، والله أنا حمار، والله أنا ما أفهم، والله أنا صرت أنسى. طبعا العقل لا يميز بين المزح والجد، يأخذ الكلمات دي على أنها بشكل جاد، لأنه ما تقدر تقول والله أنا حمار وبعدين تبغى العقل يعاملك على أنك عاقل. لا، لأنه هو الحمار. والله صحيح العقل ما يفكر، هذه آخر البحوث العلمية خلال 100 سنة وخطيرة. أيضا التغيير يحتاج إلى خطوات ويحتاج إلى استعداد. الخطوات لن أقولها لنا كثيرة، لكن الاستعداد هو أهم شيء. أول شيء في الاستعداد أن الإنسان يكون بحاجة إلى التغيير. أما يجي لي واحد كذا ما عنده إحساس بالمشكلة ما تقدر تغيره. يجيني واحد يقول لي: أحمد أنا الدخان تعبني، أنا بغير عادة التدخين، أنا إنسان أسهر بغير، أنا وزني زايد بغير طريقتي في الأكل. الإحساس في المشكلة هذا أول واحد. ثانيا، الصبر على الخطوات. طبعا تعرف أنت العادة بنيتها بشكل سنين، مستحيل تهده بيوم وليلة، ولا صحيح. كل يوم نتغير احنا. ايضا التغيير كلفته غالية، لكن كلفة عدم التغيير اغلى. الشيء الثالث الصبر، الحاجة قلنا الصبر والحاجة. الشيء الثالث ايضا ايش اقول لك، الادراك انه التغيير لازم ياتي. يعني الانسان من الله، يعني في الحديث يقول لك: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. لا تقول الله رب اغفر لي ان شئت، لا، قل اللهم اغفر لي. يعني خلي عندك يقين. لما قالوا عن اليقين في بريطانيا قالوا: كيف تعرف اليقين؟ قال: ابدا، لما واحد يروح يصلي صلاه استسقاء ياخذ معه مظله، لانه عارف ان الله حيرزقه مطر. اليقين انك انت يكون عندك يقين، مو تقول والله بدخل دوره يلا بجرب نفعت ولا ما ضر. لا، لازم يكون عندك اليقين التام في الموضوع ذا. ايضا الصبر زي ما قلنا في الخطوات لانها طويله. طبعا خطورة الكلمات هنا شيء مهم. لما قلت لك انه يعني صورة احمد الان هي افكار الامس، وافكار اليوم هي حترسم صورة غدا. هذه الناس اغلب الناس ما يعرفوها، يتكلم مع ذاته بطريقة سلبية. لازم تكلم مع نفسك بطريقة ايجابية، طريقة انه انت تصلح. طبعا ما اقول للواحد يصير مغرور يكتفي، لا، انه يصلح طريقته باي شكل كان. طبعا خطوات التغيير اللي قلت عليها اللي بعدين اشرحها هذه طبعا اول شيء تحديد المشكله. ايش المشكله؟ سهر، دخان، شاهد، مان قهوه، ما ادري، كلها نعتبر عادات سيئه. اول شيء تحديد المشكله، بعدين الدخول في بقيه الاجراءات. بقيه الاجراءات تعال خذ دوره عندي واعلمك. جميل. مجانا ولا مدفوعه؟ لا مدفوعه، ما في شيء مجانا. طيب. اصل شوف، جزء من انك تدفع قروش واضح انك جاد، لكن لما تكون مجانا ما تجي. طيب ماشي دكتور، ليش 21 يوم؟ جميل، سؤال راح عن بالي المعلومة. هو طبعا على فكرة المؤلفة هذه طبعا متخصصة في التدريب وتعطي دورات واثبتت نجاحها، لأنه أقول لك عشرات الألوف اللي دخلوا عندها دورات وأخذوا. هذا من أكثر الكتب انتشارا في العالم. وشكرا لمكتبة جرير أنها ترجمته. هي تقول أنه أخذت من طبيب العمليات، لما يكون عندك انحراف في الأنف وتسوي عملية أول يوم يعتدل خشمك ما تقتنع،
تظل في صورتك انك انت خشمك منحرف. تقول بعد 21 يوم يقتنع اللي عدلوا له انفه انه انفه حلو وانه صار وسيم. فهي بنيت على العمليه الجراحيه. الانسان لا يغير صورته الا بعد طبعا هي كاتبه التوقيتات لازم تمشي عليها 21 يوم، لو فصلت يوم ترجع تعيد من ثاني لانه لازم تتابع فيها، وهذا تاخذه في الدوره عندي ما تاخذه هنا. طيب يعني الكتاب له علاقه مباشره بالتغيير، الناس ليش تخاف من التغيير؟ النائح جميل سؤال يا اخي، اسئلتك اليوم خطيره. شوف الناس تخاف من التغيير لان الناس تحب مألوفاتهم. يعني اتذكر كانت جدتي الله يرحمها تنام بفراش لها 70 سنة، وديناها مرة المكة ما نامت، تقول مستنكرة يا وليدي ما أعرف أنام إلا بفراشي. فالناس تحب مألوفاتهم. أيضا الناس لا يحبون الكلفة، يقول لك ارضى بقردك لا يجيك اللي يقرد منه، لأنه التغيير مشكلته أنك أنت تنتقل من المعلوم إلى المجهول. أنت الآن مذيع في روتانا، جاك عقد في خلينا نقول CNN في, في, في القناة العربية في CNN في فتحون في أمريكا. طبعا هو حلو المغامرة، لكن أيضا أنت هنا عندك مكتسباتك، عندك الهلال وعندك أصحاب والمندي تنازل عنها وتروح. فالتغيير ثمنه غالي، لذلك هو خطير ومؤلم. ما في أحد يسوي عملية قص معدة ويقول لك والله أنا مرتاح، هذا جزء من التغيير الإجباري طبعا. جميل، قبل ما ننتقل لفكرة برواز بس أبكرر اللي قاله الدكتور، لأني أظن من العبارات اللامعة اللي تستحق التأمل أنه كلفة عدم التغيير بعدين أكبر من كلفة التغيير نفسه اللي يقدم عليه.